السيدة شيماء، أهلا بحضرتك وألف حمد لله على السلامة. حضرتك من الفيوم صح؟ إحنا النهاردة بنتكلم عشان لو أي حد كان في مكانك وشاف اللي أنت شفتيه يلاقي حد يسمعه وتتمكن مؤسسة مصر الخير إن هي تطلعه من اللي هو فيه. حكايتك ابتدت من إمتى يا ست شيماء؟ حكايتي أخويا ضمنته في أجهزة كهربائية، خد وما سدش، اضطريت أنا لأدفع، كان عليا مبلغ كام؟ وصل معايا لحد 8000 جنيه. لا أصل المبلغ كام؟ أصل المبلغ ده خدك ب 15 وحاجة. فضلت أسدد وأكابر أنا ووالدة الله يرحمها، وسددت نص الفلوس بقى عليا 8000. وأخوكي ليه ما كانش بيسدد؟ ما سددش، خد بعضه ومشي، والله يسهل له ويصلح حاله، ورغن أنا وسابني. طب هو ما كانش عارف ان انت اللي هتتحبسي يا ست شيماء؟ ما فرقتش معاه والله يا استاذ، ما فرقتش. قدام القانون انت اللي ماضيه. انا اللي ماضيه. جت والدتي عايزه تطلعني تعمل ايه، راحت هي ضمناني، جينا ولا انا سديت ولا هي سدت، اتحبسنا. امي طلع عليها 27 سنه وانا طلع عليا 32 سنه، لان هو الدين كبر عشان 8000 جنيه. عرفت انه طلع عليكي احكام؟ طلع عليا 32 سنه. ودوني سجن المنيا العمومي. قبضوا عليكي ودوكوا السجن، عليكي وصولات. ساب امي في البندر وودوني انا السجن. انا رحت السجن قبل والدتي. جت والدتي خلصت احكام وراحت جايه عليا. رحت استقبلت والدتي من السجن. عندك ولاد؟ انا دخلت السجن بنت بنور، كان عندي 18 سنه. طلعت عندي 25 سنة من قلب السجن. الحياة اتلخبطت معايا. يعني انت كنت بنت 18 ومضيتي على وصل عشان تضمني اخوكي؟ ايوه. ودخلتي السجن كده في اول حياتك، لسه ما فتحتيش عينيكي؟ لسه. لا امك ضمنتك، اتحكم عليها هي كمان؟ اتحكم عليها. قضينا انا ووالدتي كده بالظبط يبقى 6 سنين. ولا حد داري بيكو؟ ولا حد داري بينا، ولا حد كان بيجيب لنا لقمة بصراحة. بس انا لما مصر خير احنا كنا زماننا دلوقتي لحد دلوقتي محبوسين، ووالدتي كانت زمانها ميته جوه برضه. ولا قريب ولا غريب ولا اي حاجه، انتوا اتحكم عليكم وشكرا ربنا. ربنا ربنا. قعدتي كام سنه في السجن يا ست شيماء؟ 6 سنين انا ووالدتي. 6 سنين كنا عايشين على الغذاء بتاع السجن، ما كانش حد بيزورنا. وحسبكم هو ربنا، يعني بتشتكوا له. كان عندكم اي امل ان انتوا يعني تطلعوا؟ مفيش محامي قال لكم عندكم ايه؟ كنا بنصلي ونصوم ونقول يا رب اعف عنا، يعني مالكش حد بقى تاني اكتر من ربنا حد. بس واشكر مصر الخير جدا جدا جدا. عرفتي ازاي بقى؟ عرفتي ازاي بقى؟ المأمور وصفي بيا السجن المنيا العمومي، المدير بتاعه المأمور قال لي ربنا يسهل، انتوا ان شاء الله هتخرجوا عن قريب. طب مين اللي هيسدد لنا؟ ما اتفاجئتش الا مصر الخير هي اللي بتطلعنا، وعاملين لنا احتفال وحاجات جميله جدا. يعني انا بشكرهم بشكرهم بشكرهم، مصر الخير تمام. ما كانش لا انت ولا والدتك عندكم خطه انه ازاي تقللوا؟ يعني انتوا عمالين بس تحسبوا السنين عشان تقضوا الكام سنه قلت لي؟ ايوه والله. 32 سنين؟ لا كنت واخده 32 سنه. يعني انتوا كل اللي كنتوا عاملينه انتوا بتعدوا الايام عشان يخلصوا 32 سنه؟ ايوه والله. وكنت فايقه الوعد ان انا اصلا هطلع. ما بعتوش اي مراسيل لاخوكي ده او لاي حد من عيلتكم؟ طلع ما عندهش ضمير الله يسامحه. احكي كنت بتشتغلي ايه عشان تعملي ايه لماما وليكي؟ كنت بصنع جوه، بطلع غذاء اجيبه من بره ادخله جوه للمساجين، امسح العنابر. بتشتغلي في السجن؟ اليوم كان بجنيه، كنت بشتغل اليوم بجنيه. ال30 جنيه كنت باخدهم تعيش اي يعني. حاجه صابون ربص ناقصني حاجه كده بس العيشه. فهمت ان كمان والدتك حالتها الصحيه اتدهورت في السجن؟ اتدهورت، الكبد بره عنك كان بينزف منها، كان كل يوم يفتحوا لها الباب الساعه 3 الساعه 2، كنت برقع عليها بالصوت كل شويه.
واللي يسألك في السجن انت جايه في ايه، تحكي له الحدوته ولا ما انتيش يعني ايه ال 8000 جنيه دول اللي ضيعوا حياه؟ والله كانت بتخش يعني ناس كتيره احكي واقول يمكن تطلعني يمكن كده، ما فيش حد طلعني، وفي الاخر رمتها على ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت اداره السجن هي اللي عندها حدوتك اللي هي متاكده منها؟ اه. ونقلت الحدوته لما مصر الخير سالوا على الغريمات. ده حقيقي. احنا ما نعرفش شيماء، وعاده احنا عندنا الخط الساخن او ان هم يجونا في مقر الغارمين او يبعتوا لنا مراسله، يعني خطاب انا فلان عندي قريبي كذا اختي كذا. احنا لقينا الحقيقه المأمور وصفي الله يمسيه بالخير، كلمنا وعاده بيكلمنا يعني يا جماعه في ناس عندنا كبار في السن وصفهم كذا كذا كذا، من فضلكم بسرعه عشان تتدخلوا على طول. تاني يوم بنروح او حسب ما هو بيأذن لنا يعني، بنروح ناخد الحالات وناخد بقى النماذج اللي داخلين عليها في السجن ونقعد نبحث ونعمل. شيماء كانت ماضيه اكتر من 36 ايصال ومامتها يمكن 2 أو 3، فطبعا كل ايصال بقضيه بقضيه بقضيه. هي وصلت ل 32 سنه ووالدتها الله يرحمها 24 سنه، ومحدش خالص يعرف فين ولا ايه. حقيقة الفريق نزل واشتغل وراح وعرفنا، خصوصا الايصالات كانت مكتوبة الناس غير الراجل اللي هي تعرف اسمه او الراجل اللي له الدين اللي هي ضمنت اخوها عنده. قعدنا نشتغل حوالي مثلا بنتكلم في 6 شهور 7 شهور، قدرنا ان احنا نحدد القضايا فين والكلام ده، وجبنا من جدول القضايا كل القضايا اللي عليهم، وطلعوا في خلال 6 7 شهور هي والدتها. ووالدتها الحقيقه كانت تعبانه جدا يعني، حاولنا ان احنا يعني نساعدها بقدر المستطاع، لكن طبعا يعني اما جاء وقتها طبعا خلاص. بس هي شيماء دلوقتي يعني، خلينا نخرج من الجزء الدراما اللي كان. احكي لي يوم ما خرجتي بقى، احكي لي يوم ما خرجتي عملتي ايه انت ووالدتك، رحتوا فين؟ والله العظيم كانت الدنيا حلوه وشفت الحريه وكنت فرحانه، حبيت الارض 7 مرات، وبقت اقول له اشكرك واحمدك يا رب على كل نعمه بتدهاني. بس ما فيش حاجه بقى احسن من ربنا سبحانه. ما فيش الحمد لله. طب اولا يا شيماء بصي سيبك، اولا انا حباكي جدا يا شيماء. يا رب يخليك يا استاذ. وعايزاكي تبتسمي كده عشان ان شاء الله اللي جاي كله احسن بكتير. يا رب يخليك يا استاذ. وانت لو ما كنتيش كويسه ما كانش ربنا وقف لك ولاد الحلال. لا الحمد أكيد. لله ان ربنا وعدني بمصر خير واللي فيها ومديرتها، وبصراحه مش هيش عني حاجه. ربنا يبارك لك ويبارك لها يا رب. ان شاء الله الايام اللي جايه تمشي احسن. انا بس مش عايزه انسى اشكر المامور وصفي اللي انا ما اعرفوش بس حبيته من كلامكم عنه. واي مامور او مسؤول، اي مامور او مسؤول مش بس بيعمل واجبه وفقط، لا بيبقى انسانيته كمان اضافه لواجبه. يعني كل واحد بيعمل زي سياده المامور وصفي اكيد حاجه بتفرق في الدنيا كلها. اكيد. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب راسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطا 5/6. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.